تعد حلب من أقدم المدن المأهولة بالسكان، لكن أحوالها أحيانا لكن أحوال أحيائها وأسواقها العامة اليوم ليست على ما يرام، إذ تعاني هذه الأسواق من دمار كبير جراء قصف النظام للمدينة. ويعد السوق القديم في المدينة من بين أبرز الأسواق التي تعرضت للدمار ومن ثم للإهمال، ومؤخرا بعد سيطرة النظام على المدينة. عن أهمية هذا السوق وكيف أصبحت الحركة التجارية فيه هو موضوع فقرتنا اليوم بأهالينا، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. خراب هنا ودمار هناك، ربما يستغرب البعض لو عرف أن التجول في وقت سابق عبر هذا السوق الطويل الضيق المرصوف بالحجارة والمسقوف بالأقواس والقباب يعد أحد الطقوس الشعبية لدى سكان حلب. ورى الجامع أو المدينة كما يحب أهالي حلب تسميتها كانت المركز التجاري الأول، فإنتاج كل المعامل الصناعية وكافة التعاملات التجارية في حلب كانت تمر عبر هذا المكان، والذي يعد في الوقت نفسه موقعاً للتراث الحضاري الإنساني العالمي بحسب تصنيف اليونسكو، لتتحول إلى أطلال وخرائب نتيجة قصف قوات النظام عليها. بعد 3 سنوات من سيطرة النظام على كامل مدينة حلب، ما تزال إعادة الحركة التجارية إلى سوق السقطية أمراً في غاية الصعوبة من قبل القائمين عليها. التفاصيل الصغيرة والكبيرة على هذه الجدران المتعبة من الحرب كانت في يوم ما شاهداً على حياة الناس وتطور الحياة التجارية في المدينة، لكنها اليوم غدت شاهداً على حرب لم يسلم منها البشر ولا الحجر، وعلى واقع مدينة تحولت جراء كبوات الزمان ونيران الطغاة إلى مدينة مدمرة ومنسية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الصحفي حسين برو. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، مساء النور. طبعا كلنا بنعرف قيمة هذا السوق القديم أو سوق المدينة بالنسبة لأهالي حلب، شو بتحكي لنا عليه قبل وبعد الحرب؟ يعني سوق المدينة بحلب أو حسب ما بيسميه البعض السوق المسقوف، الناس بسميه السوق الكبير، هو سوق من يمكن يكون من أقدم الأسواق في العالم. في أحد التعبير مرة أحدهم مستعمل بأنه هذا أقدم مول في التاريخ، لأنه كان السوق يضم كل ما يخطر في بال الإنسان، يعني بمجموعة أسواقه وليس سوق واحد بالأساس. السوق يمتد على مسافة 1200 متر بشكل متصل من عند القلعة إلى باب أنطاكية، هو الخط الرئيسي الأساسي للسوق، يتفرع عنه بحدود 38 سوق آخر. بس بالنسبة للطول، يعني إذا قيست أطوال هذا السوق كله بشكل متواصل تطلع بحدود 14,000 متر، يعني 14 كيلو متر هي طول الأسواق اللي بده يدور بكل الأسواق المتفرعة عن السوق الرئيسي. سوق المدينة كان يعتبر هو مركز الثقل تبع حلب الاقتصادي، هو اللي كان فيه مثل ما قلنا كل البضائع اللي بتخطر في بال إنسان، حتى اللي ما بتخطر في بال إنسان كانت ممكن تلاقيها بسوق المدينة، مقسم حسب المهن. يعني تلاقي في سوق الطرابيش، سوق الحبيل، سوق الغزل، السقاطية، يعني تقريبا كل مهنة الصرماتية، كل مهنة كان في إلى سوق بتلاقي كله متجمع سوق الصاغة. أستاذ حسين، حدثنا هيك تحديدا عن السقاطية. هلأ السقاطية هي سوق تقريبا كان له علاقة بالمنتجات الغذائية، له علاقة كان ينباع فيه مواد غذائية، كان فيه المطاعم اللي كانت موجودة اللي تخدم كل المحلات الموجودة في هذا السوق، كان مركزها بالسقاطية. كان في محلات بتبيع خضرة، بتبيع تقريبا، هو كان مختص بالمواد الغذائية، وهو للأسف من الأسواق اللي تقريبا من أكثر الأسواق اللي تدمرت واللي تأثرت بنتيجة القصف والحرب اللي دارت من الفترة الماضية. ذكرت قد ايه أهمية هذا السوق خاصة بذاكرة أهالي حلب، يعني حتى ما كانوا بس ينزلوا يتسوقوا، ينزلوا يقضوا يومهم أحيانا أو إلو ذكريات مع مناسبات معينة، إذا بتحكي لنا عن هاي النقطة.
طبعا كان السوق احد يعني مو ضروري هو كان للتسوق، انه فعلا كان جوله سياحيه في حلب. اي ضيف كان بيجيك من مدينه اخرى كان هو يطلب منك انه خدني على المدينه، وكان فعلا احد الطقوس العاديه انه تنزلوا تتمشوا. طبعا مستحيل تطلع من السوق بدون ما تشتري شيء، هي قاعده يعني، انت بتدخل على اساس بس بدك تتفرج، بس مستحيل تطلع بدون ما تشتري شيء، لانه راح تمر باسواق متعدده والا ما يلفت انتباهك شيء. زائد انه هو كان الخيط الخط الواصل ما بين الجامع الاموي الكبير وقلعه حلب، بعدين منتهي الى مثل ما قلت قبل شوي باب انطاكيه. يعني كل حلب القديمه كانت هي تلف هذا السوق من جوانبه كله. منه بتطلع على الجلوم، منه بتطلع على باب النصر، منه بتطلع يعني بيخليك تنفذ على كل أحياء حلب القديمة. أحياء حلب القديمة. إذا بنحكي عن وضع السوق قبل عام 2011، كيف كان التعامل مع هذه المناطق الأثرية ذات الطابع التجاري من قبل النظام؟ هلا يعني النظام حاول بحلب بمرحلة سابقة، وكلنا بنعرف بأنه فعلا كان في توجه لكسر يعني الاستقطاب الاقتصادي لهذا المدينة في سوريا من بدايات استيلاء البعث. كان فعلا كان في وسوق المدينة بالأساس هو المركز التجاري الأساسي لحلب. يعني تصور أنه كان في بعض التجار بحلب اللي ممكن يعني يملك أرقام فلكية، يعني ما راح نذكرها هلا يعني، او انا ما بعرفها بالضبط شو هي، بس بعرف انه كانت اموال بتشيل وبتحط يعني بمدينه مثل حلب. ما برضى يترك المدينه، يعني مثلا هو عنده امكانيه ياخذ بناء، عنده امكانيه ياخذ بيكون ساكن بافخم فيلا، بس ما برضى يدير اعماله الا من المدينه، لانه رمزيه هذا المكان بالنسبه لهم كثير مهمه. صحيح. بالنسبه حتى أغلب المصانع الموجودة في حلب كانت تنزل منتجاتها ولو بشكل بسيط في هذا السوق. يعني الذي لم يتخرج من سوق المدينة هو ليس تاجر. كان كثير مسألة إلى يعني إلى ميزان دقيق شو كيف بيعمل سوق المدينة وكيف بيحرك اقتصاد مدينة حلب. فالنظام فعلا حاول بأكثر من شكل، بأنه بحجة توسيع الطرقات تم هدم بعض الأحياء الموازية. هل كان هناك اهتمام قبل 2011 بهذه الأماكن الأثرية التجارية؟ كان في هناك بعض يعني بمرحلة ما صار في اهتمام سياحي، إيه، لأنه فعلا صارت المنطقة يعني تستقطب، فتم استثمار بعض الأماكن مثل خان الشونة، تم تحديثه بشكل كامل، وإن كانوا حرفوه عن شكله القديم التراثي المعروف، لكن تحول إلى شكل من أشكال السوق للمهن اليدوية بحلب، وهو آخر تقريبا نقطة بالسوق اللي منه بتطلع على القلعة مباشرة. تم تحديث خان الوزير، لكن للأسف هذا التحديث أذى كمان بأنه تم شق شارع عريض على أساس أنه اللي تم وصل المدينة منطقة السبع بحرات مع قلعة حلب من خلال هذا الشارع، فتم تهديم كثير من الأبنية القديمة، وطلعت للأسف محله المنطقة الوحيدة اللي حوالين سوق المدينة فيها شوي بناء عالي. نعم. هي هاي المنطقة واللي أسسوا فيها للأسف كتلة خرسانية عمياء هيك سموها مركز بريد خان الوزير. صحيح هو بيقدم للمنطقة كبريد، لكن لا تناسب الطابع العماري للمدينة. نعم نعم. طيب يعني أستاذ حسين، شو تخوفات التجار من العودة إلى حلب سواء خارج المدينة أو خارج سوريا؟ يعني فعلا تخوفات التجار مثل ما بنعرف ما حدا بيقدر يعني يعطيها صفة واحدة، يعني كلياتنا بنعرف يومنا في متفاوتة الأسباب. بالضبط، في مصطلح بيقول لك رأس المال جبان. الكثيرين بيعرفوا بأنه ما يجري حاليا في حلب هو ليس استعادة للأمن والأمان، ما زالت يعني ما في سلطة مركزية في سوريا تدير سوريا. حلب خاضعة ما زالت لسلطة أثرياء حرب جدد طلعوا بظرف السنوات السبع الماضية، ما زالت خاضعة لقوى عسكرية غير رسمية طبعا، وهلأ صار صعب التخلي عنها، وما زالت حتى هذه اللحظة منلاحظ أنه في مشاحنات ما بين الأجهزة الرسمية وما بين إذا بدنا نسميها الكتائب أو المجموعات العسكرية.
تشكلت لدعم النظام من الناس، يعني من أفراد، اللي صار إلى قوة وصار إلى وزن على الشارع وما زال في إلى تأثير في بعض الأحياء وبعض الأماكن. فالتاجر بظرف مثل هذه الظروف ما عنده كثير رغبة يرجع يجي بيستثمر ببساطة. نعم، برأيك أنهم يعني تجار حلب، تجار الأصليين، تجار الكبار اللي هن أصلا بنوا جزء كبير من الأسواق سابقا، يعني بدون حتى تدخل النظام، وهن كانوا اللي يحسنوا دائما المنطقة بأموالهم الخاصة؟ بالضبط، هاي النقطة اللي كنت بدي أقولها، بأنه كان في كثير فعلا من يعني التجار كانوا يعملوا على تحسين هذه المنطقة، لأنه هي كانت تجيب تفيدهم باستثمارها، وهي كان شاطرين فيها يعني تجار المدينة، بأنه عملوا أكثر من مشروع تحت بند أنه هن يلموا من بعضهم ويحسنوا بمناطق، لأنه كانت الرد عكسيا عليهم. هلأ وينهم تجار حلب؟ في جزء منهم لسه عم بحلب، في جزء منهم موجود ولسه عم حافظ على، يعني أكيد أمواله موجودة، لكن حتما ما بده يشتغل هلأ، لأنه مثل ما قلت لك بأنه ما في أي أمل، لأنه كيف ممكن يستمر؟ ومعروف من فترة سابقة، يعني من ما قبل 2011، بنعرف أنه حلب شهدت نهضة اقتصادية، صار فيها مجموعة من رجال أعمال الجدد، لكن للأسف اللي كان كله بشرط، وكان يقولوا أنه مرحلة الرئيس الجديد أعادت الاهتمام بحلب وباقتصاد حلب، هي لا، خطة لاستثمار الأموال الموجودة في حلب ودخولها بشراكات مع رامي مخلوف أو سواته. فكان فعلا في موجودة هاي التجربة اللي كانت تنفرض الشراكة مع مؤسسة شام القابضة، مع ما بعرف مين، مع مؤسسة ضمن السياحة، وكانت كلها بالنهاية بعدين نعرف مين صاحبة ومين مالكة. فتجار الحلبية هلا ايه ما عندهم استعداد يرجعوا يدخلوا بمجال صار في اثرياء حرب جدد لموا اموال هائله بدون ما يعني ما بعرف انا اسمائهم كلهم، نعرف منهم قاطرجي، بنعرف منهم غيرهم، اللي صار عندهم يعني صاروا كتله ماليه كثير كبيره. فانا التاجر الذكي ما بيطالع حاله هلا، لانه بالاخير بده يا اما بده يشارك مثل هيك نماذج او بده يشارك السلطه. طيب اين هم يعني تجار حلب اليوم؟ هلا جزء منهم بمصر فتحوا معامل ومنشآت، جزء مهم منهم بتركيا ايضا فتح معامل واستثمارات وحققوا نجاحات هائله، لانه فعلا اولاد مصلحه، يعني بمسائل السجاد، بمسائل يعني باكثر من نوع. لا خطا في بالي السجاد في البدايه. طيب استاذ حسين، يعني حاليا حسب معلوماتك كيف هو وضع السوق حاليا؟ هل في ناس، يعني شفنا في ناس ممكن فاتحة أو ممكن عم تقدر حتى تزيل الركام على حسابها؟ اللي بدأت الأمور بأنه تم تكليف لجنة لتقدير مو الأضرار طبعاً، لهلأ ما انطرح إطلاقاً أنه إعادة الإعمار على حساب هو مش إعادة أعمار، يعني إن بس محاولة لإعادة فتح دكاكينهم القديمة. في عندك معلومة كيف هو وضع السوق حاليا، وهل النظام قادر أنه فعلا يعيد ترميم هذا السوق في الوقت القريب؟ هل هو جاد بهذا الموضوع؟ تم محاولة مثلا بمناطق اللي ليست في العمق، يعني ما كانت متضررة كثير، يعني مثل منطقة خان الوزير، رمم الخان نفسه، يعني تم ترميم الخان نفسه واستثماره بنشاط سياحي في رمضان الماضي، مهرجان تسوق ويعني أشياء رمضانية، لكن تم تشكيل لجنة إنه لدراسة كيف إعادته بشكله التراثي. ما سمحوا للتجار نفسهم لأصحاب الأماكن ترميم اماكنهم، يعني انه هن على حسابهم انا بدي ارمم مكاني وافتحه، حجت بانه يجب ان يكون الترميم وفقا للاصول العمرانيه، وفقا لل ما يعني علم الترميم، الحجر وما شابه استخداماته. وهذا فعلا مع يعني اي جهه في بتحترم نفسها يجب انه تشتغل هيك، يعني ما لازم يكون فعلا انه تجي فرصه جديده تهدمت اشياء تنبنى بطريقه مختلفه لآليتها العمرانية، لأنه هذا السوق مو سوق عمره كما شكله الحالي، هذا هو عمره أكثر من
700 سنة. صحيح. وكما ذكرت أهميته الكبيرة بالنسبة لأهالي حلب. بدنا نشكرك الصحفي حسين برو على وجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. حياتي. شكرا. شكرا لكل اللي شافونا اليوم. لهون بتخلص فقراتنا. لمزيد من المواضيع يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت سيريا.تي في وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. إلى اللقاء. إلى اللقاء.